يعني الزراعة بتاعتهم الانتصارات اللي عندهم بيعملوها زراعة أشجار مختلفة. عارف أنت اللي إيه زي ما بقول لك كده طلع لما بنتكلم عن مشروعات جديدة بنتكلم عن فرص عمل جديدة وبنتكلم كمان عن استثمارات جديدة وبنتكلم عن خدمات جديدة بيستفيد منها المواطنين. كمان لما بنتكلم عن مدينة بدر لازم نعرف طبعا ان مدينة بدر كونها هي أقرب مدينة للعاصمة الإدارية واللي بيطلق عليها وصيف العاصمة الإدارية الجديدة. كمان لازم نعرف ان مدينة بدر منذ نشأتها او انشائها سنة 82 وحتى عام 2014 كان اجمالي ما تم تنفيذه من وحدات سكنية يعني تقريبا على مدار 32 سنة تم تنفيذ ما يقرب من 14 ألف وحدة سكنية ما بين إسكان قومي وإسكان جمعيات وخلافه. لكن لما نيجي نشوف حجم الوحدات السكنية اللي تم تنفيذها من 2014 حتى تاريخه حتى 2021 يعني بنجد ان حجم الوحدات بتتخطى حاجز 75,000 وحده. طبعا ده كله بجانب الخدمات اللي تم تنفيذها، يعني بنجد اكثر من مشروعات متعدده في قطاعات الطرق وفي المشروعات السكنيه، مشروعات الخدميه، الصحيه، الرياضيه. كمان لما بنتكلم عن حجم الاستثمارات اللي تم تنفيذها في بدر بتتخطى حاجز 20 مليار جنيه منذ عام 2014 وحتى الآن. احنا هنا في مشروع اسكان الموظفين الخاص بالعاصمة الإدارية واللي افتتحه سيادة الرئيس منذ حوالي تقريبا ما يقرب من شهر او شهر ونص مع المهندس عمار مندور رئيس جهاز مدينة بدر، هيتكلم معانا عن المشروعات وخطة المدينة، الخطة الاستثمارية في المدينة في مدينة بدر بشكل عام وخطة المشروعات السكنية وخلافه. بقى باشمهندس عمار يعني اتكلمنا عن مدينة بدر، مدينة بدر طبعا كان دايما في شكاوى قبل كده ان فيها عشوائيات، فيها تكاتك، فيها طبعا لما قالوا ان الموظفين بتوع العاصمة الإدارية هيجوا هيسكنوا في بدر اكيد في شكل تاني للمدينة بيحصل، وانتوا بدأتوا بالفعل في الموضوع ده، فقول لي بقى خطتكم ايه في مدينة بدر؟ بداية نحب نعرف بس السادة المشاهدين ان مدينة بدر تم انشائها بقرار مجلس الوزراء رقم 235 لسنة 1982. من سنة 1982 حتى 2014 مدينة بدر ما كانتش بتظهر النور، وكانت الفكرة المتاخدة عنها ان هي مدينة فقيرة في الخدمات، فقيرة في التنمية. لكن الحمد لله السنوات الأخيرة بفضل الله سبحانه وتعالى وجهود الدولة المصرية فيها والتنمية اللي فيها بتزيد بمعدل سريع جدا. يعني هنقول رقمين بس زي ما سعادتك تفضلت وقلت في المقدمة هيبينوا ويوضحوا للسادة المشاهدين كم التنمية اللي حصلت في 32 سنة والتنمية اللي حصلت في خلال 7 سنين الأخرى. بند الإسكان هنلاقي ان من سنة 1982 اللي هو العمود الفقري للمدينة الإسكان حتى تاريخ 2014 كل ما تم إنشاؤه سواء إسكان منخفض، إسكان اقتصادي، إسكان متوسط، إسكان قومي، إسكان أهالي، كل اللي كان تم إنشاؤه في المدينة 14,000 وحدة. 14,000 وحدة في كام؟ في 32 سنة. رقم ضئيل جدا. إحنا من 2014 حتى تاريخه ما تم إنشاؤه من إسكان اجتماعي، سكن مصر، دار مصر، تخطى حاجز 75,000 وحدة سكنية. طبعا النصيب الأكبر منها للإسكان الاجتماعي، محور سكن كل المصريين، محور الإسكان الاجتماعي. عندنا مدينة بدر فيها 55,488 وحدة، رقم طبعا مهول جدا بمراحل الإسكان الاجتماعي، المرحلة الأولى والثانية والثالثة وحتى الرابعة. والحمد لله بفضل الله كل ده تم الانتهاء منه تماما وتم تسكينه للسكان. طبعا مش عمارات فقط،
بتتكلم على عمارات وخدمات وتنسيق موقع وطرق وكهرباء ومرافق كاملة، وبقى مجتمع بيفرض نفسه على أرض الواقع في مدينة بدر. بالنسبة للخدمات يعني برضو فيه ناس متخوفة ان المدينة كان زمان كان في مشكلة في المواصلات، كان في مشكلة في خدمات كتيرة، الجهاز ايه الاجراءات اللي عملها عشان يوفر الخدمات دي؟ ده صحيح، احنا من سنتين فقط كنا يعني تولينا مسؤولية، كانت الناس بتقول المواصلات حتى على سبيل المثال المواصلات الداخلية والمواصلات الخارجية، الحمد لله احنا عندنا حاليا دلوقتي ما فيش صرخة واحدة من ساكن في المواصلات الخارجية، وعندنا أتوبيسات لجميع المناطق. إحنا حتى الهيئة عشان تحل مشكلة المواصلات اشترت هي على حساب أتوبيسات، وخلت أجهزة المدن تبتدي تشغل في الأتوبيسات ديت. يمكن الحمد لله بفضل الله الجهاز الوحيد اللي قدر يشغل باصات لمشترى لحساب مجلس الأمنة من هيئة المجتمع العمراني الجديد، اللي قدر يشغل نقل خارجي يخدم المدينة، كانت مدينة بدر كانت الأولى إن هي تقدر تخلي الأتوبيسات دي 20 أتوبيس. تم الاتصال بالمسؤولين على وزارة النقل عشان ناخد التراخيص الخاصة بيها، ودخلنا ممارسة عامة وفزنا بالممارسة عشان نشغل ال 20 باص دول، نشغلهم خارج بدر مش داخل بدر. احنا عملنا خطوط لهذه الباصات يعني تجوب المدينة بالكامل وتخرج بره، فهي برضو داخل وخارج. النقل الداخلي في المدينة تعاقدنا مع شركة محترمة جدا بقوة 40 باص وقابلة للزيادة لو احتاجنا الأمر، بأجرة موحدة 3 جنيه شامل 3 جنيه في أي مكان في المدينة، والحمد لله الشركة بتعمل بكفاءة عالية جدا. الحمد لله احنا ما عندناش ملف في المواصلات، ما عندناش مشكلة فيه حالا تماما. سعادتك أشرت الملف التوك توك، المدينة من سنتين كان فيها عدد كبير جدا من التكاتك، وانت حضرتك النهاردة شفت وماشي في المدينة نادرا ما عملنا تحذيرات الأول، وعملنا ليهم اجتماعات وعملنا ليهم ضبطية يعني مع التنسيق مع المرور ومع شرطة التعمير وأمن الجهاز والأحياء يوميا. احنا الحمد لله بنصادر دلوقتي كل التكات اللي موجودة في المدينة، إن شاء الله شهر أو شهرين مش هتلاقي مدينة بدر مش هتلاقي فيها ورا توك توك إن شاء الله بأمر الله. بالنسبة للخدمات التانية زي الخدمات الصحية الخدمات التعليمية، على حد علمي ان بدر فيها اكتر من جامعات خاصة، يعني حضرتك ممكن تكلمنا عن الخدمات الاخرى المختلفة؟ احنا كان زمان في العهود السابقة يعني كنا بنعمل الاسكان وبعدين لما الناس تيجي نبتدي نعمل الخدمات والكلام ده كله. لا احنا حاليا دلوقتي اي مشروع بيخطط مع العمارات جنبا الى جنب بنعمل خدمات. على سبيل المثال المشروع اللي احنا واقفين فيه بنصور فيه دلوقتي اللي هو سكن العاملين بالعاصمه الاداريه للمرحله الاولى منه، بيضم 9024 وحده، في 13 مبنى خدمي، في مدارس 3 مدارس 2 تعليم اساسي وحده ثانوي، في 2 حضانه، في 2 وحده صحيه، في 2 مخبز، في ملاعب رياضيه، في كل الانشطه. وكمان عملنا بالنسبه حتى لتشغيل هذه الخدمات، احنا طبعا متواصلين مع الصحه عشان نسلمهم المباني الصحيه اللي فيها والشؤون الاجتماعيه عشان الحضانات، واحنا حتى والمحلات طبعا في محلات عملنا ليها مزاد 19/10 اللي فات، والحمد لله كل اللي طرحناه اتباع وهم في خلال شهرين بيتبنوا نفسهم عشان يفتحوا ان شاء الله. باشمهندس عمار، احنا طبعا في مشروع اسكان موظف العاصمة الادارية، احنا عملنا جولة هنا في المشروع يعني نقدر نقول عليه اعجاز. المشروع يعني انا عملنا جولات كتيرة في مشروعات الدولة زي سكن مصر زي جنة زي الخيال الاجتماعي، المشروع ده ليه طبيعة معينة يعني ما شفناهاش قبل كده. الاهم من ده كله ان احنا نفذنا المشروع ده، تقريبا الجهاز نفذ المشروع ده في اقل من سنة ونص، فانتوا عملتوا ايه هنا علشان المشروع ده يطلع؟ وطبعا ما كنتوش تعرفوا كجهاز، اعتقد ما كنتوش تعرفوا ان سيادة الرئيس هيجي يفتتح المشروع ده، لكن ايه اللي خلاكوا يعني المشروع ده مختلف قوي عن باقي مشروعات الدولة؟ بص يا فندم، احنا دي من المشاريع القومية، المشروع اللي احنا فيه ده من اهم كمان المشاريع القومية. احنا كنا ممكن نختار المكان بعيد شوية في مرافقه وفي حاجته الكاملة ويبقى راحة لينا، لكن احنا لما عملنا المشروع ده كنا عارفين ان هو هيبقى لموظف العاصمة الإدارية، يبقى لازم نعمله جنب العاصمة الإدارية. صحيح ان مدينة بدر اقرب مدينة العاصمة الإدارية، لكن ممكن نحطه في اطراف المدينة على الناحية الاخرى. مدينة بدر بتمتد 10 كيلو على طريق مصر السويس الصحراوي بطول 10 كيلو، وانا ممكن نحطه في الاول خالص يبقى يعني هيبقى ابعد عن 10 كيلو كمان عن العاصمة الإدارية. احنا حطينا المكان، اخترنا المكان بعناية شديدة جدا بحيث يكون اقرب مكان من مدينة بدر للعاصمة الإدارية، كان ده الامتداد الشرقي. الامتداد الشرقي من سنتين
ما كانش في حاجه خالص. الحمد لله اقتحمنا الموضوع وعملنا المشروع بالكامل. وكان التحدي الاكبر مش ان احنا نعمل عمارات فقط في سنه ونص، مش بنتكلم على عمارات بس يا فندم، بنتكلم على عمارات بجميع الخدمات. ازاي نوصل التيار الكهربائي في السنه ونص لهذه المنطقه، ازاي نوصل الغاز الطبيعي، ازاي نوصل الميه، ازاي نوصل الصرف. الحمد لله احنا خصيصا لكثرة المشاريع والتنمية في مدينة بدر كنا محتاجين نعمل كمان محطة كهرباء بدر 2. محطة كان في لحد من سنتين فقط كان مدينة بدر بتدار بمحطة أو بتغذى بمحطة واحدة بدر 1. الحمد لله عملنا محطة كهرباء كاملة بدر 2 بقدرة أعلى من المحطة الأولى، 2 × 175 ميجا فولت أمبير. غذت المشاريع دي كلها والحمد لله أطلقنا الطيارة عليها في 31/12/2020. هنا طيار دائم مش مؤقت، بيتغذى من محطة ثابتة. تم إطلاق الجهد عليها وتم دخولها الخدمة من شهر 12/2020. كمان طبعا المية والصرف ده شيء طبيعي. الغاز الحمد لله هنا متوفر، غاز الطبيعي متوفر، ويمكن حضرتك شفت وهتشوف الشقق موجود راكب فيها العدادات الغاز. المية طبعا والصرف ده شيء أساسي، العمارات كلها طبعا وصل لها مية وصرف. فالحمد لله قدرنا في السنة ونص ده كان التحدي الأكبر. بجانب ده زي ما قلت سعادتك الخدمات، يعني احنا بنعمل مجتمع شامل كامل بحيث ان الساكن يجي او الموظف هيجي هيلاقي كل حاجة ان شاء الله بأمر الله. الموظف بتاع العاصمة الإدارية علشان يروح من بيته هنا لوظيفته في العاصمة الإدارية ياخد وقت قد ايه؟ المسافة من هنا للعاصمة الإدارية 10 كيلو، 15 كيلو لحد الحي السكني قلب العاصمة الإدارية، لكن على الحدود 10 كيلو. الحقيقة احنا طبعا ما غفلناش الموظف هيروح فين. طبعا احنا من 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 برضه من المميزات اللي احنا او الحاجات اللي احنا جرينا عليها عشان نجيبها، يعني مشروع القطار الكهربائي المكهرب ال ار تي. ال ار تي بادئ من محطة عدلي منصور مرورا بالعبور اليوبلس الشروق بدر، وبعدين بيتفرع من بدر يروح العاشر يا اما يروح العاصمة الإدارية. كل مدينة من هذه المدن كان مخطط ليها محطة واحدة فقط وعلى حدود المدينة. الحمد لله احنا مدينة بدر فيها 3 محطات مترو، يمكن هي المدينة الوحيدة اللي بتتميز بكده اللي فيها 3 محطات مترو ومحطة صيانة مش هتخص الراكب قوي، لكن احنا بنتكلم 4 محطات في مدينة بدر منهم 3 بيخصوا مدينة بدر، يعني واحدة أمام الحي الخامس، واحدة أمام الحي السابع السادس والسابع، واحدة أمام سكن موظف العاصمة الإدارية حتى أطلق عليها اسم سكن موظف العاصمة الإدارية. إحنا على بعد خطوات منها على فكرة 100 متر أو 200 متر من المشروع، مش حاجة كبيرة جدا يعني. هياخد المسافة طبعا قريبة جدا كمحطة، يعني من بدر للعاصمة الإدارية في الإلا أرتية أو القطار الكهربائي لا تتعدى دقائق يعني. طب لو مش معاه مش هيركب قطار كهربائي، لو معاه عربية هيبقى في حدود 10 دقائق. ما معاش ده ولا ده، احنا على بعد على فكرة لا يزيد عن كيلو عن طريق مصر السويس. لو الكاميرا حتى جابت العربيات قدامنا هي طريق مصر السويس قدامنا حالا. طبعا احنا عملنا فيه هيبقى فيه خطوط ربط ما بين سكن موظف العاصمة الإدارية والعاصمة الإدارية مباشرة، سواء سوبر جيت أو شركات خاصة، كل ده جالنا وإحنا بننسق معاه، وطبعا ده تبع وزارة النقل وإحنا بننسق معاه في توفير الأماكن الجراشات والأماكن انتظار السيارات، وإن شاء الله كله هيشتغل لما الموظفين. يعني الموظف اللي قاعد في العاصمة في مدينة بدر هنا في سكن الموظفين خاص بالعاصمة الإدارية ما يبقاش الآن ما عندوش أي قلق بالنسبة للمواصلات بالنسبة للخدمات، أعتقد مش هيحتاج إن هو ينزل العاصمة في القاهرة يعني علشان يقضي مصلحة أول خالص. إحنا 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 كل حتى المجتمعات السكنية الجديدة حتى مش المشروع ده بس كده، كله بيطرح مع العمارات السكنية الخدمات بتاعته وبنبتدي نشتغل على التنمية فيها، مواصلات، طرح المحلات ازاي، ونتابع طرح المحلات، الوحدات الصحية بنديها للمشغلين وزارة الصحة وبنتابع معهم عشان يبتدي يشغلوا. المهندس عمار مندور رئيس جهاز مدينة بدر، شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا يا فندم ونورتوا مدينة بدر.
مع المهندس أحمد حسن معاون رئيس جهاز مدينة بدر، هيتكلم معانا عن المرحلة الثانية في مشروع إسكان موظفي العاصمة الإدارية. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بك يا فندم. حضرتك بقول لنا المرحلة الثانية كم عمارة، كم شقة، ونسب التنفيذ بتاعتها؟ حضرتك احنا من واحنا شغالين في المرحلة دي في نهايتها بدأنا نفكر في المرحلة الثانية، وبالفعل بدأنا فيها 196 عمارة بإجمالي 4704 وحدة بدأنا فيهم بالفعل، ووصلنا نسبة إنجاز فعلية 32%، وكمان بدأنا في تنفيذ المرافق، وبدأنا في طرح أعمال الكهرباء وأعمال الاتصالات والتليفونات، بدأنا بالفعل في أعمال الطرح بتاعتهم، وكمان بدأنا في أعمال طرح تخطيط المشروعات الخدمات، بحيث إن إحنا زي ما قدرنا نوصل في المرحلة الأولى إن إحنا نخلص المشروع كامل عمارات ومرافق وطرق وخدمات في نفس الوقت. في نفس المرحلة الثانية هنوصل إن شاء الله إن إحنا نخلص كل المطلوب مننا ده، كل الأفرع الإسكان والخدمات والمرافق في نفس التوقيت. طبعا لنا توصيات كبيرة جدا من معالي رئيس الجمهورية وسيادة الوزير إن إحنا نخلص المشروع إن شاء الله بنهاية عام، قبل نهاية عام 22 إن شاء الله. ليه خدمات برضو المشروع هناك للمرحلة الثانية، لها خدمات ولا الأمور هناك؟ طبعا طبعا طبعا، احنا بدأنا فعلا في مرحلة الخدمات، وبدأنا في مرحلة الطرح دلوقتي بتاعت الخدمات. هيبقى عندنا مدارس، هيبقى عندنا وحدات صحية، هيبقى عندنا حضانات، هيبقى عندنا برضو مراكز طبية، كل ده معمول حسابه وجاري، يعني جاري الإجراءات الطرح والإسناد فيه للشركات حاليا دلوقتي. بنفس المرحلة الثانية، بنفس مستوى المرحلة الأولى إن شاء الله هنحاول نخلي المرحلة الثانية تفوق المستوى في المرحلة الأولى. أعمال التشطيب هنحاول نحافظ على نفس الجودة بنزود عنها، أعمال تنسيق الموقع واللاندسكيب، الدكتور عاصم مهتم جدا بأعمال لاندسكيب إن إحنا بنحاول نرتقي بيه، نحاكي بيه المدن اللي إحنا بنتمنى إن إحنا نكون زيها وجميلة، زي مدينتي زي الرحاب، زي المدن دي مساحات خضراء كتيرة زي ما حضرتك شفت هنا في المرحلة دي، أشجار زهور مش مجرد أرصفة وأسفلت وخلاص. يعني باشمهندس أحمد، المشروعات السكنية دايما من المشروعات اللي هي كثيفة العمالة. لو قلنا المشروعات هنا، مشروع سكن الموظفين العاصمة الإدارية المرحلة الأولى والثانية، يعني كم عامل هنا، كم ألف عامل هنا اشتغلوا في المشروع؟ يعني تقريبا، يعني تقريبا هو رقم كبير، يعني رقم كبير، يعني الشركة الواحدة ممكن تكون اشتغل معاها في خلال المشروع بتاعها ما يزيد عن 200-300 عامل في الشركة الواحدة. طبعا في أعمال مباشرة وغير مباشرة. طبعا أعمال مباشرة وغير مباشرة، يعني احنا وده بيفتح مجال، يعني المشروع هنا فاتح مجال لناس من جميع الفئات تشتغل ومن جميع محافظات مصر. ناس بتيجي هنا من سوهاج ومن أسيوط ومن القاهرة ومن اسكندرية شغالين في المشروع ده، والحمد لله ان احنا ما يعني ما بنوقفش، يعني المرحلة الأولى بتخلص تكون الثانية برضو شغالة، وطبعا برضو واخدين تعليمات ان احنا في مرحلة ثالثة جديدة ان شاء الله جاري التخطيط ليها كمان ان شاء الله. يعني شكرا جزيلا.